بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم، وبعد. تلامذي الأعزاء، أرحب بكم مجددا في إطار التواصل والتعليم عن بعد. هذا الدرس خاص بالأولى بكالوريا علوم تجريبية مجزوءة قيم إنسانية في الشعر العربي، وهي آخر مجزوءة في المقرر. بداية سنتعرف على أول مكون من مكونات علوم اللغة، وهو الطباق والمقابلة. إذن هذا هو أول درس سنتعرف عليه إن شاء الله في هذه المجزوءة. سأقوم بشرح هذا الدرس بشكل بسيط جدا ليفهم الجميع. نلاحظ أولا الطباق، أمثلة الانطلاق. المثال الأول، قال الله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. المثال الثاني، قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. طيب، سنحاول أن نستخرج من هذين المثالين الظاهرة اللغوية، وهو الطباق. سؤال: عين من خلال هذا المثال، المثال الأول، الكلمات وأضدادها. طيب، نجد كلمة الأعمى ضدها البصير، وكلمة الظلمات ضدها النور. إذن هناك كلمات وأضدادها، كلمة الأعمى ضدها البصير، والظلمات ضدها النور. طيب، نعود للمثال الثاني. يقول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. عين من خلال هذا المثال كذلك الكلمات وأضدادها. إذا ستجدون يعلمون ضدها لا يعلمون، ضدها لا يعلمون. أولا نلاحظ ونميز بين المثال الأول والمثال الثاني. نلاحظ أن المثال الأول نجد كلمة الأعمى ضدها البصير، والظلمات ضدها النور، بمعنى أن هناك كلمة وعكسها، ثم كلمة الظلمات وعكسها، ليست نفسها، إذن هناك عكس الكلمة. بينما المثال التالي نجد كلمة الفعل يعلمون ونفسه، لكن مسبوق بنفي. يعلمون لا يعلمون، يقرؤون لا يقرؤون. إذا نفس المادة أو نفس الكلمة ولكن مسبوقة بنفي. إذا ماذا نستنتج هنا؟ نستنتج أن الطباق هو الجمع بين كلمتين بينهما تضاد، أو الطباق هو الكلمة وضدها، وهو أنواع. النوع الأول يسمى بطباق إيجاب. الطباق الإيجاب هو الكلمة وعكسها: الأعمى ضد البصير، الظلمات ضد النور، القوة ضد الضعف. إذن طباق إيجاب هو الكلمة وعكسها، بينما الطباق السلب كلمة ونفيها، كلمة ونفيها، بمعنى أعلم ضدها لا أعلم. لاحظ معي، أعلم نفس المادة أعلم، لكن مسبوقة بنفي: لا أعلم، أو لم أعلم، أو قد تكون ما أعلم، نفسها. إذن الطباق في مفهومه هو الجمع بين كلمتين بينهما تضاد. أنواعه: طباق إيجاب هو الكلمة وعكسها: القوة ضد الضعف، بينما الطباق السلب كلمة ونفيها: أعلم ضدها لا أعلم، من نفس الكلمة ولكن مسبوقة بنفي: لم أو لا أو ما. إذن ننتقل إلى المقابلة. يقول الله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نحدد من خلال هذه الآية الكريمة كلمات وأضدادها. ستجدون كلمة يحل ضدها يحرم، لهم ضدها عليهم، الطيبات ضدها الخبائث. لاحظ معي، يحل يحرم، لهم ضدها عليهم، الطيبات ضدها الخبائث. إذا ما هي المقابلة؟
المقابلة هي طباق، إلا أن الطباق يكون في كلمة، بينما المقابلة تكون على الأقل في كلمتين متتابعتين، وتقابلهما أو تقابلها كلمتين بالضد. بالضد المقابلة يجب أن تكون كلمتين متتابعتين ثم الإتيان بما يضاد ذلك على الترتيب. إذا المقابلة ذكر معنيين أو أكثر ثم الإتيان بما يضاد ذلك على الترتيب، بمعنى قد تكون كلمتين متتابعتين أو أكثر ثم ما يقابلهما بالضد على أساس الترتيب والتتابع. إذن شكرا لكم على حسن الانتباه وحسن الإنصات. سيكون لنا درس في تطبيق، أو سيكون التطبيق في هذا الدرس إن شاء الله، وسنواصل الدروس كذلك عن بعد، فتابعونا وشكرا لكم.